المدير لمرحلة من مراحل عطائه الوظيفي الذي أخذ سنوات من عمره، الذي تميز بالتضحية ونكران الذات في سبيل أداء الأمانة، هو الأستاذ عبد الحكيم الوردي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تنشكروا الصفحة ديال أمز ميز الآن على التغطية ديالها لهذه الأمسية الثقافية. هذه الأمسية الثقافية اللي كتنظمها جمعية شباب وذكر بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني. هذه الأمسية الثقافية اللي كتعتبر واحد موروث ثقافي فني لدأبة الساكنة ديال الحي وذكر التابع لجماعة أمز ميز إقليم الحوز، على التنظيم ديالها بشكل تقريبا سنوي، لأنه هذه النسخة اللي كتحضروا لها معنا اليوم هي النسخة 14، يعني تقريبا النسخة الأولى تنظمت في سنة 2001. هذا الموروث الثقافي اللي ذكرت لك هو واحد الإرث اللي كيساهم في التنشئة الاجتماعية، هو واحد الإرث وواحد المناسبة اللي كتلقى فيها الجذور بين الساكنة المحلية والساكنة أو لا الناس القاطنين بالمهجر لا خارج الأرض الوطن ولا في المدن الأخرى ديال المملكة. كما ذكرت لك السي خالد، تنشكركم على التغطية ديالكم لهذا الحفل البهيج أو المهرجان الثقافي الفني في الدورة 14 ديالو. كنشكروا السلطات المحلية، الناس ديال الدرك الملكي، رؤساء الجماعات الترابية. هاد الأمسية الثقافية كتنضم بواحد المجهود لا مشروط، بواحد المجهود مادي ومعنوي ديال الساكنة وديال ولاد المنطقة، لانه كيساهم كما قلت لك في التنشئه ديال الاطفال. انا ابن المنطقه، وهاد هاد 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 المهرجان ساهم بشكل مباشر، انا عن تجربه شخصيه، لف التنشئه ديال الشباب اللي كبروا معايا انايا. هاد الشيء ساعدهم كما قلت لك بشكل غير مباشر او مباشر، لا في المسار الدراسي ديالهم ولا في المسار المهني ديالهم. كنتمنى من الله عز وجل هذا الموروث ما يحبش، ما يبقاش هنا، بغينا حنا يستمر من حسن لاحسن ان شاء الله الرحمن الرحيمين. كنشكروا كل من ساهم من بعيد او قريب في انجاح هذه الامسيه الثقافيه. كنعاود الشكر موصول الجماعة المحلية في شخص الرئيس ديالها اللي ما بخلوش علينا، دقينا عليهم الباب وما بخلوش علينا، مدوا لينا يد العون. كنشكروا الناس كاع الأطور وكاع السلطات المحلية اللي شرفونا بالحضور ديالهم. تنشكروا صفحة أمز ميز الآن. كنعاود الشكر موصول للسي خالد لبيتي الدعوة، لأنه في إطار الإشهار لا بد منه. هاد الشيء هذا ما يمشيش عبثا باش يفوت حتى واحد. هاد الشيء إلى أنتم ما قمتوا بالتغطية دياله، هذا التغطية دياله هذا شرف بالنسبة لنا. كنشكروا الإخوان ديال جمعية شباب وذكر اللي صراحة عندهم واحد الفضل كبير في إنجاحات التظاهرة هذه، واحد الدعم لا مشروط، خداو من المال ديالهم والوقت ديالهم الخاص باش يأطروا هاد الناس اللي قاموا بهذه الأمسية الثقافية. شكرا السي خالد، ولنا عودة إن شاء الله الرحمن الرحيم. فهمنا وتعبنا
ما ملل ما مللنا قد سهرنا قد تعبنا لكن أبدا ما ملل ما مللنا للأمام سائرون للمعالي صاعدون. أتشكر الجميع، أتشكر كل ما اتحضرنا صبرا ولا ونس حيت وذكر لما زيدنا غير عزام إلا الغلق قلب. مرحبا بكم كاملين، نتمنوا إن شاء الله التظاهرة نجح بمعنى الكلمة، واللي عنده شي هدف يديرو قدام عينيه غادي يوصل إن شاء الله بإذن الله. أنا كنوصي شباب وذكر بالجدية الجدية ثم الجدية.